كونتينر عضلات وفي نفس ذات اللحظة واحد من أطيب خلق الله. يعني الهيئة العامة ممكن يبقى فيها شبهة إن الشخص ده ممكن نتيجة القوة المفرطة يكون في شكل من أشكال الافتراء، ومع هذا واحد من أكثر الفنانين التزاما واحتراما وتواضعا. أحمد التهامي منور الدنيا وصباح العسل. ربنا يخليك. صباح خير يا كريم. صباح خير عليك. صباح خير. مبسوطين إنك معانا وأنت أهلاوي عظيم يعني في تاريخ مع النادي الأهلي. ربنا يخليك. أنا مبسوط جدا وسعيد واتشرفت إن أنا معاكم، وصباح الخير على جمهور النادي الأهلي، وصباح الخير على قناة الأهلي. صباح العسل. خير عليك. وخلينا بقى معلش كده نبدا يعني نرجع لورا شويه، لان انت فيك بصراحه ودي مش مجامله فيك ميزه، ان ممكن الشكل يكون بيحط او بيجبر المنتج او المخرج بادوار معينه، ولكن انت كسرت ده، اتعملت ادوار مختلفه كتيره جدا، يمكن كانت البدايه كده بس انت نجحت في حاجات برضو يا احمد كتيره وادوار مختلفه. ف ازاي يعني الموضوع اكيد مش سهل؟ لا طبعا هو مش سهل فعلا، زي ما انت بتقولي حضرتك ان انا في قالب معين كنت محطوط فيه، وطبعا يرجع الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى للاستاذ عادل امام، لان هو الحقيقي اللي شاف الموهبه اللي عندي، وهو اللي حطني على الطريق، وهو اللي قدمني، وهو اللي شاف مثلا ان انا عندي موهبه. ويعني انا اول حاجه اشتغلتها مع استاذ عادل كان فيلم امير الظلام، واعتقد ان هو كان سنه 2000، وبعديها بسنتين لقيته هو بنفسه بيكلمني، ودي عظمه استاذ عادل امام. على التجربه الدنماركيه. على التجربه الدنماركيه. يا اخي الفيلم ده حدوته لوحده. صحيح. يعني اكيد طبعا اشتغلت مسرح وسينما مع وتلفزيون مع الزعيم عادل امام اكتر من مره، بس تبقى التجربه الدنماركيه ده فيلم استثنائي. أكيد. صحيح صحيح. يعني حتى الناس دلوقتي يعني مثلا مشاور عليا يقول لك اهو بتاع التجربه الدنماركيه. طبعا. لا هو حقق يعني نجاح مش بس في مصر، عربيا بشكل كبير. صحيح. جدا. لا يعني حاجه كده يعني هو ده الشغل مع استاذ عادل امام، ان هو بيبقى جواز سفر ليكي في الدول العربيه. طبعا. وانتشارك في الشارع العربي. فاستاذ عادل حتى كمان واحنا انا فاكر اخر يوم في التجربه الدنماركيه واحنا بنصور، وهنا بقى كان تلمس ان انا عندي ادوات وعندي موهبه، فقال لي تهامي انا عايزك معايا في المسرح. فانا اشتغلت مسرح مع استاذ عادل بعد ما صورنا التجربه الدنماركيه، مش قبل يعني. اوكي. فانا حتى اتخضيت لما قال لي ان عايزني اشتغل معاه في المسرح، فقلت له استاذ انا مش عارف. قال لي مش عارف ايه وانا بعزمك على العشاء؟ يعني عادل امام بيقول لك عايزك معاه في المسرح. فقلت له استاذ عادل يعني انا عمري ما وقفت على المسرح، وانا ما اشتغلتش حتى مسرح لواي يعني خالص. فيوم ما هقف على المسرح يعني هقف على المسرح احتراف وقدام استاذ عادل امام، فدي حاجه صعبه حقيقي. كان يعني قال لي ساعتها انا فاكر قال لي انت عندك موهبه، بس لازم المسرح هيخليك متمكن من ادواتك. صحيح. وهيخليك عندك اتزان في التمثيل، لكن حقيقي استاذ عادل يعني صاحب فضل كبير عليا. واكتر يعني معلش هو الاسئله دي بتبقى كليشيه، بس بنبقى حابين احنا كجمهور نعرف من الادوار اللي بجد يا احمد حسيت ان انا داخل امثل الدور ده بس انا حبه. يعني ما ممكن ادوار كتير تتعرض عليك بس مش كل الادوار اللي بتمثلها انت بتبقى شايف نفسك انا عايز اعمل الدور ده، كان ايه تحديدا؟ والله حقيقه يعني هو طبعا ادواري مع استاذ عادل امام يعني طبعا بتبقى عارفه انت اللي هو بتحسي ان بعد مشوار ان ربنا بيكرمك بجائزه كبيره جدا وهديه كبيره جدا انك تشتغلي ولو مشهد مع استاذ عادل امام. طبعا. فالحمد لله كان ليا نصيب طبعا في السينما وفي الدراما في المسلسل زي فرقه ناجي عطا الله. طبعا. طبعا ده كان قمه سعادتي لما استاذ عادل امام قال لي انت هتبقى واحد من اعضاء فرقه ناجي عطا الله. فمش عايز اقول لك يعني بيحبك. عايز اقول لك قعدت اصلي ويعني واشكر ربنا فوق الوصف، مش عايز اقول لك يعني احساس كان عامل ازاي.